رمضان أولا ندعو الله أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. إحنا رمضان بالنسبة إلينا هو فرصة ونفحة من نفحات رب العالمين، ومحطة من المحطات نتزود لنلقى الله عز وجل بالإيمان والتقوى. ورمضان عبادة كالصلاة، ورمضان عبادة كالزكاة، ورمضان عبادة كالحج. فنحن نسأل الله أن يوفقنا لأداء الفرائض، نحن وخاوتنا الحضور والشعب الجزائري والأمة الإسلامية، أن نؤدي هذه الفريضة، وربي ربي يبارك لنا فيها ويجعلها في ميزان حسناتنا. الحديث عن شهر الصيام ما ينتهي يا أخي، احنا فرصة استعدوا له بالتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. أما الأكل والشراب فهذا يأتي إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى، وربي يكرمنا وإياكم جميعا، والله بلغنا رمضان وبلغنا صيام وقيام. شباب اليوم يعني شبابنا نحن أولا نحبه ونرجو الله له الخير والعافية والسلامة. وأنا على طريقة شيخنا وإمامنا رائد نهضتنا الإمام المصلح العلامة عبد الحميد بن باديس، نحن نعلق الآمال على هذا الشباب، فنقول: يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب. يا شبابنا أنتم رجاؤنا وبكم الصباح قد اقترب، بالإسلام بالكتاب بالسنة تسعد الأيام إن شاء الله، وبالكتاب والسنة تكتب لنا ولكم النجاة، بالكتاب والسنة ينصر الله هذه الأمة، وأنتم من أسباب نصرها يا رب العالمين.